اتفضلي يا حاج. اتفضلي يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اقعدي اقول لك القهوه بتاعتك اهي يا ماما. كتر خيرك يا بنتي. انا جاي اقول لكم الكلمتين اللي انتم مستنيينهم مني. انا عارفه ومصدقه ان الارض دي حقنا، ولما قعدت مع سيدنا الشيخ اكد لي الكلام ده، واكد لي كمان ان البيعه دي ما ترضيش ربنا، وانه حرام على عمكم وولاده اي مليم هياخدوه من الارض لو القاضي حكم لهم. يعني انا عارفه ومصدقه الكلام ده كله. الله، طب ما ايه الحلاوه دي؟ امال احنا كنا فاكرين ايه؟ ده ما فيش احسن من كده. الله، طب ليه يا ماما كنت موصله لنا ان انت ضدنا وانك هتضيع علينا الفلوس والارض وتضيعينا كلنا؟ ليه ليه يا ماما ليه؟ اصل القاضي يا ابني لما بص للقضيه حطينا انا في اكبر امتحان، وقف على كلمه تطلع من بقى، يعني هيجيب المبايعه كده ويوريها لي ويشاور لي على امضتي ويقول لي امضتك دي يا صفيه ولا لا. قول لي يا حاج خالد، يا اللي كان كتفك في كتفي في الحرم، يا اللي انت جاي وتعب نفسك عشان حق ولادي، ولا كان ليك غرض ولا كنت عايز حاجه ولا طمعان؟ الحمد لله يا حاجه، نظيفه والحمد لله. ايوه، انا بقى لما انكر الامضه دي تبقى شهاده زور ولا ما تبقاش؟ ماما ماما يا حبيبتي، لو انت ما انكرتيش الامضه دي يبقى بتدي ناس حق مش حقهم، لان حضرتك عارفه كويس قوي ان الارض دي بتاعتنا احنا، حقنا احنا. ده غير بقى ست الكل ان انت لا مؤاخذه يعني بتضيع حق عيالك. طب انا عايز اسالك سؤال، انهي فيهم ذنبه اكبر؟ انك تنكري ان الامضه دي امضتك والحق يروح لاصحابه، ولا تعترفي ان الامضه دي امضتك والارض تروح لناس ما تستحقهاش؟ انهي فيهم بقى ست الكل ذنبه اكبر؟ خلاص يا ابني تبقى محلول، انا هروح للقاضي واقول له الكلام ده. ايوه هقول له صحيح دي امضتي، بس حسن وولاده ضلاليه عايزين ياخدوا حقنا بورقه الشرع بيقول انها عقد باطل. ايوه هقول له ان دي صحيح امضتي، بس جوزي عمره ما كان عايز يبيع، ده كتبها كده يا حبيبي من كسوفه عشان يعني الدين اللي كان عليه. لا، الكلام ده لا مؤاخذه ما اتقالش في المحكمه. انت لو قلت الكلمتين دول تبقى خلاص كده قفلتيها، مات الكلام، وفي نفس الجلسه الفلوس كلها لا مؤاخذه هتروح لابن الكلب اللي اسمه ايهاب ده. هو في ايه؟ هو شويه زعق لامي وبعدين تقول على ابن عمي ابن كلب؟ لا اوعاك اوعاك تعيب في حد من عيلتي، فاهم ولا لا يا خالد؟ والنبي اسكت يا منير الله يخليك، عشان ايهاب ده ابن 60 كلب. كده برضو؟ ده من اهلك، اهلك لا تهلك. اسكت يا منير، اسكتي لو سمحتي. اوعى كده يا عمر. صحيح يا ماما، ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو حضرتك متصوره انك انت لما تروحي للقاضي وتقولي له الكلمتين دولت فالقاضي هتصعبي عليه ويقوم منزل دمعتين ومقطع الورقه ويقول لنا خدوا فلوسكم يا ولاد وبوسه مني كمان؟ ما انا هقول له كلام الشرع يا ابني. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، القاضي بيحكم بالقانون مش بفتاوى الشرع، القاضي بيحكم بالقانون وبس، هو القانون اللي بيفصل. جنان اللي احنا فيه ده جنان، شرع ايه وقانون ايه اللي هتضيعه عشان الملايين دي كلها؟ اخبار اسود، كل ده عشان ايه؟ كلمه هتهدي الدنيا عشان كلمه؟ ولادك يبصوا لك ازاي؟ ده لو حتى حد بيجاريكي بكلمة مش هينسالك. يوسف ولا حتى منيرة لو ضاعت فلوسهم هيعاملوكي عادي كده؟ وفاء، والنبي خليكي في حالك ماشي؟ مالكيش دعوة بيا ولا بأي حد، ويا ريت كل اللي هنا كل واحد يخليه في حاله وبس ماشي؟ اسكت انت، انت عيل ما تفهمش. انت فكرك ايه؟ المحكمة هتحكم الأسبوع ده، يوم الجمعة هتلمي ولادك كده على الغدا وياكلوا عادي يعني. انت بتطربقي الدنيا على دماغهم، بتقطعي اللي بينك وبينهم. يا حاجة، الأم لما بتلاقي الضرر جاي على ولادها أي حد يضرهم بتاكله بسنانها. بس القاضي هيحلفني بالله، هيقول لي قولي والله العظيم أقول الحق، أنطقها إزاي وأنا عارفة إني هكذب؟ غمضي عينيكي وأنت بتحلفي. أيوه غمضي عينيكي وانت بتحلفي، احلفي على حاجة تانية في سرك. الناس كلها بتعمل كده يا حاج،
وأمر ربنا إزاي لما أعمل الكلام ده؟ دي شعة نزور من الكبائر، هعملها إزاي؟ حد فيكو هيشفع ليوم القيامة؟ الكفارة يا حاج. أيوة الكفارة. كل واحد فينا مؤاخذة يطلع 100,000 جنيه، يطلع 500,000. بقول لكم إيه؟ أول ما تقفشوا الفلوس لمؤاخذة كل واحد يطلع 1,000,000 جنيه كفارة عن حلفان أمكم. وهي فرصة، فرصة لمؤاخذة نطعم الغلابة. يهون عليك الغلابة يا حاجة. أنا موافق، أنا هطلع 1,000,000 يا ماما. وأنا كمان يا ماما هطلع 1,000,000 جنيه. يا خبر أسود، إيه اللي بيجرى ده؟ أنتوا عايزيني أرشي ربنا؟ أدفع رشوة للي خلقني؟ أستغفر الله العظيم يا رب. أقول إيه؟ لو مش ضامنة نفسي كنت قلت إن أنتوا ولاد حرام. أستغفر الله العظيم. اغص عليكوا، اغص 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 عليكوا، اغص. اعملي اللي انت عايزاه يا ماما. وانتوا بقى اسمعوا، ماما هتروح المحكمه تشهد باللي هيمليه عليها ضميرها، وهتقول المظبوط، ولو الفلوس دي قالت عليها فلوس حرام هتبقى فلوس حرام. انتوا ايه؟ ما عندكوش قلب وما عندكوش عينين؟ قلبكوا بقى اعمى؟ انتوا بقيتوا عاملين زي الحرامي اللي بيروح يسرق وبيقول يا رب استرها عليا. وانت بقى يا خالد اوعى تفتكر ان انا هسيبك تهين امي. انا ماليش غيرها في الدنيا. امي دي انا عشت معاها اكتر ما عشت معاك، ومش هخليك تدوس عليها ولا تدوس على ضميرها بالعافيه ابدا. انت سامع ولا لا؟ انتوا سامعين كلكم ولا لا؟ وانت ايه؟ على وضع سايلنت كده على طول؟ بلاش انا اتكلم ولا ايه؟ ما تسكت انت كمان يا عمر، يا ناقصك. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ولا حاجة، ما انت شايفة. مفيش فايدة يا جماعة. هي عايزة كده. استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش فايدة. استغفر الله العظيم وكل ذنب. يا رب. يلا مكتوب علينا الفقر. بص يا ماما، دي صورة البيبي سونار. فاكرة لما كنت بتقوليلي انتي لازم تخلفي تاني يا حنان؟ فاكرة لما اياد مات ليه ده نصيبه؟ ده اللي ربنا كاتبه له. الحياة ما بتوقفش على موت حد. فاكرة كمان لما قلتي لي إن كل طفل بيجي برزقه؟ وأنا صدقتك. صدقتك. ولما جت الفلوس دي صممت اخلف زي ما انت كنت عايزه. قلت ده نصيبي اللي جاي، ده رزقه. ليه يا ماما؟ ليه؟
ليه عايزه تحرميه من رزقه؟ مفيش حد يا بنتي يقدر يحوش رزق حد. الارزاق بيقسمها ربنا، واللي قسمه للي ببطنك هياخده هياخده. عارفه عارفه يا ماما، بس انا عايزه اللي ببطني وعايزه رزقه، عايزه اامن له حياته، مش عايزه يحصل له زي اللي حصل لاخوه، مش عايزه اجيبه الدنيا اعذبه. ماما مش ممكن الكلام اللي قلتيه بره ده يبقى آخر حاجة. فكري فكري فيا وفي اللي ببطني، فكري في إخواتي، فكري فينا كلنا. أنت عارفة إن إحنا ملناش غيرك، وأنت ملكيش غيرنا. عشان خاطري، عشان خاطري اوعي اوعي تبقي سبب تعاستنا في يوم من الايام، اوعي تحرمينا من حقنا. وانت عارفه ومتاكده انه حقنا، عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري.